لا تتحرك عين الجيش الروسي عن دونيتسك الذي يسعى لأن تكون تحت قبضته خلال أشهر قليلة، وفي جديد استغلال نقص العدة والعتاد والأفراد الأوكراني، تقدم روسي قضمت فيه القوات الروسية كيلومترات هامة ووسعت نفوذها مسيطرة على عدة بلدات وقرى في مقاطعة دونيتسك. بروغوس، ريفغا، أوروزوني، وأخيراً إيفانو داريفغا، بلدات باتت تحت سيطرة الجيش الروسي بدونيتسك، والأخيرة منها تبعد فقط 8 كيلومترات عن مدينة زفيرسك التي شهدت أعتى المعارك مع بداية الحرب عام 2022، في وقت تحاول فيه روسيا استغلال فجوة أوكرانية تنتظر وعود أمريكا بعشرات مليارات الدولارات، حيث أن تقدماً كبيراً ومنذ أسابيع لروسيا ستختصر فيه ما قد يترتب على المرحلة المقبلة بعد وصول المد الغربي لأوكرانيا. توسعات روسيا ميدانياً تأتي على أكثر من جبهة، لكن على رأسها مقاطعة دونيتسك أو مربط فرس الصراع حالياً، حيث تحشد القوات الروسية ما استطاعت من عتاد هناك لاستعادة المدينة بأقرب وقت. في تصعيد قال بيان الجيش الروسي إنه خلف أكثر من 10,000 قتيل أوكراني خلال أسبوع، فضلاً عن تدمير أكثر من 40 مسيرة ومركبة و7 دبابات وفق أرقام روسية. تراجع ميداني أوكراني بانتظار وصول الدعم، لكن ماذا لو احتاجت المساعدات أشهراً طويلة؟ تماماً كما هو متوقع وفق مراقبين يؤكدون بأن طائرات F-16 على سبيل المثال قد لا تصل أوكرانيا هذا الصيف، كما أن المساعدات ربما ستكفي عاماً أو عاماً ونصف، وستخسر أوكرانيا في هذه المدة ما يقارب 200,000 جندي وفق التقديرات الروسية.